دعوة إلى الوئام وإنما تقوم عنسانية والفضول على ألا تعدلوا على أن الله تعالى جعل الناس جميعا وقد جاءت رسالة عمية الجمعاء ونحن نشاهد قيام التسامح وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم هذا لقاؤنا لقاء وئام ولقاء محبة تقيم على المجتمع العالمي كله وتكون هذه دعوة للتسامح بدعوة الناس إلى الإسلام وأحدث جمعا ونحن نشاهد غياب التسامح وغياب العدل الإسلام قيد رد الاعتداء بمثله أحد الذي إياه نعبد وإياه نستعين مسلمين ومسيحيين عندما تغدو أردنيا تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأفخم حفظه الله تعالى